خبر يعني محزن، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل قبل قليل اليوم الاثنين الدار الأخرى بالعاصمة التشادية مجمينة الأخ الدكتور كمال أبو سين، اختصاصي جراحة الكلى، خريج حنتوب 74، رئيس داخلية أبو عنجة. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، هو كمال محمد أحمد محمد إدريس حسن الفيل أبو سين، ومن الولاية الشمالية. بعض التفاصيل عن السيرة الذاتية تعود أصوله إلى أريب بالولاية الشمالية، كان والده يعمل في الري بمشروع الجزيرة، درس في القاعة الابتدائية وعبود النصيح والمناقل الأميرية الوسطى ثم حنتوب، كان رئيس النادي العلمي، نال بكالوريوس الطب جامعة الخرطوم وأصبح اختصاصي جراحة الكلى، عاش في لندن وتزوج من السيدة عواطف أحمد عبد الواحد والد لمعز. خبر بجد حزين، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. الدكتور كمال أبو سين شخصية جميلة وشخصية حساسة وإنسان خير وواحد من الكفاءات الطبية السودانية المنتشرة حول العالم. إحنا بنعزي أسرته، بنعزي كل عارفي قدره، بنعزي كل زول عرفه أو يتعامل معاه أو حتى كان مريض له في يوم من الأيام. يعني الشاشة الزرقاء يمكن عرفته بالمشاهدين، وفي ناس كثيرين شافوه في استضافات وسهرات مختلفة لقناة النيل الأزرق. ربنا يرحم الدكتور كمال أبو سين ويرحم كل موتانا. شكرا جزيلا مشاهدين الكرام، شكرا لكل الزملاء الموجودين معي هنا بدون فرز، شكرا لكل زول شارك في المبادرة، وشكرا لكل زول شاهدنا وتواصل معنا. شكرا جزيلا، الثلاث جاي بنتلاقى إن شاء الله، خليك مختلف.